السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير تورته كلاصي. المقادير اللي غادي نحتاجو فيها عندنا اول حاجه هي لاجينواز، غادي تلقاو الوصفه ديالها في الرابط اسفل الفيديو، ولاموس ديال الفريز غادي نحتاجو فيه 400 غرام ديال الفريز اللي هي الفراوله، 80 غرام ديال السكر سنيده، 80 غرام ديال السكر كلاصي، 5 الوراق ديال الجيلاتين، و 400 او 300 غرام ديال الاجده الطريه. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ناخذ زلافه فيها الماء، وغادي نزيد عليها 5 الوراق ديال الجيلاتين، غادي نخليهم يترقدوا فيهم، وغادي ندوزو نطحنوا الفريز بلا ماء، يعني غادي نطحنوه غير بوحدو. دابا من بعد ما طحنته كيف كتلاحظوا غادي نديرو فوق البوطه حتى كيبانوا لينا فيه الفقاعات، صافي وكنطفيو عليه ديريكت، ما كنخليوش يغلى بزاف. غادي نضيفو عليه بعدا السكر سنيده 80 غرام ونديرو فوق البوطه. صافي دابا من بعد ما بانوا لينا الفقاعات طفيت عليه، غادي نزيد الجيلاتين، غادي نعصرو مزيان من الماء. هذا الماء اللي درت فيه الجيلاتين راه بارد، غادي نقصرو مزيان ونديرو فيه هذا باش يدوب لينا يكون باقي سخون. غادي نحرك مزيان، وهاد بالنسبه لهاد الخليط اللي درنا هنا خاصنا نخليوه حتى كيبرد، يعني يبرد مزيان عاد باش غادي نزيدو على الاجده الطريه اللي غادي نضربوها. دابا غادي نطلع الاجده الطريه. بالنسبه للاجده الطريه الا بغيتوها تطلع لكم مزيان خاص جميع الادوات اللي تخدموا بهم يكونوا باردين. هذه ممكن انكم حتى هادو ديروهم في الثلاجه باش يبردوا، والاجده الطريه ضروري ما تخرجوها من الثلاجه حتى كتبغوا تطلعوه. عندي هنا 300 غرام ديال الاجده الطريه، غادي نزيد عليها 80 غرام ديال السكر كلاصي. واخا عندي هنا العجده الطريه حلوه زدت عليها 80 غرام ديال السكر كلاصي، حيت هاد الفريز كيطلع هذيك الحموضه، من الاحسن نزيدو كميه السكر. صافي دابا كيف كتلاحظوا العجده ديالنا هاي طلعت، غادي نخليوها على جنب على ما يبرد لينا الخليط ديال الفريز، عاد باش غادي نضيفوه لهاد الخليط ديال الاجده الطريه. دابا من بعد ما طابت لينا لاجينواز كيف كتلاحظوا راه كتجي رطبه وكتجي رقيقه. غادي ناخذ المول، اي مول كيف ما كان عندكم غادي نطبع به الحجم اللي بغيت. هادو ما غاديش نرميهم حتى هما غادي ندير منهم طورطات صغار، يعني تستافدوا من لاجينواز كامله. دابا من بعد ما برد الخليط ديالنا ديال الفريز، انا درتو في الثلاجه باش دغيا يبرد ليا، غادي ناخد الكريمه المخفوقه وغادي نبدا نزيد بشويه بشويه وانا كنخلط. نخلطو في نفس الاتجاه باش كاع ما تهرس لينا الكريمه.
صافي دابا من بعد ما خلطتها مزيان غادي ناخد لاجينواز وغادي نسقيها بالسيرو اللي حضرته من كاس ديال السكر وكاس ديال الماء. غادي نسقيها غير شويه ماشي بزاف باش كامل ما تعجن. صافي دابا غادي نخوي الخليط ديالنا. بسم الله. دابا غادي نقص الجناب ديال المول وغادي ندوز نوجد لاموس ديال الشوكولاته البيض باش تجينا الطبقه مقادتين. خصنا ضروري نقعوه. صافي غادي ندخلوه للمجمد على ما نوجدو الطبقه الثانيه. وبالنسبه للاموس ديال الشوكولاته البيض غادي نحتاجو 250 مليلتر ديال الحليب، 35 غرام ديال السكر سنيده، جوج صفر ديال البيض، وكيس ديال الفاني. هادو غادي نحتاجوهم في مره واحده. من بعد غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولاته البيض، خمسه الوراق ديال الجيلاتين، و250 مليلتر ديال الاجده الطريه. غادي ناخذ الحليب غادي نزيد عليه غير كيس ديال الفاني وغادي نديروه غلا فوق البوطه. وفي هاد الاثناء غادي ناخذ جوج صفار د البيض، غادي نزيد عليهم سكر سنيده 35 غرام، وغادي نضربهم مزيان حتى كيولي تقريبا بيض شويه. من بعد ما ولى على هاد الشكل الخليط ديالنا غادي نضيف عليه شويه ديال الحليب اللي غلى، وغادي نحركو دغيا باش كاع ما يطيب لينا البيض. غادي نزيد هاد الخليط على الحليب غادي نخلط مزيان، غادي نديرو فوق البوطه. ما غاديش نخليه حتى كيغلى غير شويه. الطريقه باش نعرفوه انه وجد كناخذو كنبقاو نحركو كناخذو هكا هاد لاسباتيل وكندوزو ايدينا هكا. الا طلع عاولينا هاد الخطوط راه يعني مازال ما وجد، الا بقى مفرق راه وجد. غنديرو فوق البوطه. صافي دابا من بعد ما وجد الخليط ديالنا غادي نزيد عليه قطع الشوكولاط وهو باقي سخون، وغادي نبدا نحرك باش يذوب لينا الشوكولاط فيه. غادي نخلط حتى كيذوب الشوكولاط كامل. دابا غادي نضيف ليه الجيلاتين اللي حتى هو درتو في الماء بارد باش يرطب. غادي نزيدو على الخليط وهو سخون باش يذوب. صافي كنخلط فيه حتى كيذوب الجيلاتين ديالنا. من بعد غادي نخليه يبرد، من الاحسن نديروه في الثلاجه واحد شويه باش يبرد لكم دغيا. وغادي نضيفوه الاجده اللي طلعناها كيف كتلاحظوا بلا سكر حيت هنا درت السكر كثير. دابا من بعد ما برد الخليط ديالنا غادي نضيفوا الاجده الطريه. بسم الله. بشويه بشويه وانا كنخلط.
دابا غادي نضيف الموس ديال الشوكولاتة البيض على الموس ديال الفريز. نحاول نقاد مزيان الطبقة الفوقانية. صافي دابا غادي ندخلها للمجمد، خاصها تجمد مزيان عاد باش كنضيفوا ليها الكلاصاج. دابا في الطبقه الاخيره غادي نحتاج 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 مليلتر ديال الماء بارد، كيس ديال فلون بالفريز فيه 4 غرام. غادي نحتاج كذلك 300 غرام ديال الفريز اللي طحنتو، وجوج الاوراق ديال الجيلاتين. غادي ناخذ السكر غادي نخلطو مع الفريز. نصفيه في شي صفايه باش كامل يبقاو لينا شي حبيبات. غادي نزيد عليه 100 مليلتر ديال الماء وكيس ديال الفلون. غادي نخلط مزيان وغادي نديرها فوق البوطه حتى كيغلى وكنحيد. دابا من بعد ما غلى ليا هذا الخليط غادي ناخذ الجيلاتين نعصرو من الماء. هاد الجيلاتين تقريبا كل وحدة فيها 3 غرام. ونخلط مزيان وغادي نعاود نصفيه ونخليه حتى كيبرد عاد باش غادي نديرو فوق الحلوة ديالنا. دابا من بعد ما طفى ليا هاد الخليط ديال الفريز اللي غديرو في الطبقه الاخيره، خديت الحلوه ديالي اللي وجدتها وجبدات مزيان، دوزت موس في الجناب باش تحل. دابا غادي نخوي غير بشويه وغادي ندخلها للمجمد حتى كتجمد مزيان باش كنجبدوها. والتزيين تيبقى على حسب الذوق، ممكن تخليوه بحال هكا، ممكن تزينوها باشكال ديال الشوكولاط. هذه هي التورته ديالنا من بعد ما وجدات، زينتها بحبيبات ديال الشوكولاط كيف كتلاحظوا، ودهنتهم شويه بملون اصفر او البريون، وهنا درت الشوكولاط بشكل عشوائي حتى هو لونته بالبريون. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وبالصحه والراحه.